بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ياسر رئيس جمعية الوطنية لحماية البيئة. اليوم تنحتفلوا جميع باليوم العالمي للبيئة وهي جولة حول الأسوار بتارودان. السور الذي هو تحفة بهذه المدينة تنحاولوا نرصدوا من خلال هذه الجولة هو تشخيص الوضع البيئي للسور من حيث النفايات المجاورة له والتشوهات التي تطيل هذه المعلمة التاريخية اللي مفخرة لمدينة تارودان. بعد ذلك مجموعة من الناس شاركوا في هذه المسألة. كان تنظيم محكم من طرف أعضاء الجمعيات والجمعية كذلك المنظمة هناك الهلال الأحمر، جمعية مساهمة المجتمع المدني والشكر موصول للصحافة كذلك يعاونتنا في هذا المجال هذا. المهم بالنسبة لي نحن تنحاولوا نديروا تقرير اليوم على أساس غدا إن شاء الله غادي يكون واحد اللقاء تواصلي تقييمي لهذا اللقاء وهذه الجولة ككل. من خلالها غادي نخرجوا بتوصيات غادي نوصلوها للمسؤولين إن شاء الله بأن الحاجة اللي نقدروا نغيروها احنا كمجتمع مدني جمعية غادي نديروها حاجة اللي تقدروا عليها المسؤولين أو المنتخب ونديروها حتى هما باش نحافظوا دائما على هذا المفخر اللي عندنا وهو صور مدينة تارودان. تحية كاملة لجميع ساكنة تارودان. معكم سعيد الهياق. معكم سعيد الهياق. نشكرك بزاف بزاف سعيد الهياق. القصبة السلطانية. باب القصبة السلطانية هو فيه اختلاف وحالة استثنائية عن بقية الأبواب. ربما الأبواب كاملة تكون فيهم جوج واحد التواء أو اثنان وتكون فيهم جوج ديال الأبواب. القصبة السلطانية عندنا ثلاثة ديال الأبواب، الباب الخارجي، المصراع الخارجي، ثم المصراع الوسطاني والمصراع الداخلي هو هذا اللي حدانا. وكاين فيها جوج ديال مباحات. أهم الخصوصيات ديالها باعتبار أنها قصبة سلطانية تتكون لها واحد الخصوصية استثنائية. السور ديال تارودان كاملة تكون في أبراج عاديين إلا القصبة السلطانية تكون فيها الأبراج مربعة لتأمين الحراسة والمداومة يوما عن يوم. المسألة الثانية وهو السجن، ما يسمى بالسجن الحكومي الذي له ارتباط بالسور وهو من عصر الدولة السعدية. الهجومات ديال البرتغال كانوا تيعتقلوهم كيجيبوا البرتغاليين كيسجنوهم هنا بس في الدولة السعدية كتبادلهم بفدية مالية. المسألة الثالثة هذا هو طيل السلام اللي كاين لداخل عنده الباب ديالو لبرا هو الأصل ديالو الباب ديالو كان الوسط القصبة هذاك من مشيدات بداية القرن العشرين. شكرا لكم سنورتين. إذا تنشكروا الجمعية المنظمة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية خاوية سالمي عبد الله عضو جمعية تارودان لحماية البيئة تارودان. اليوم الحمد لله قمنا بواحد الجولة اللي هي كتكون عندنا سنوية حول أسوار تارودان مع تعريف الأبواب. وهذه الجولة هذه هي تحسيسية ثقافية بيئية بشراكة مع المجلس البلدي والسلطات المحلية طبعا. حاولنا أننا نشاركوا الجمعيات المجتمع المدني الآخرين معنا في المدينة وشاركوا الحمد لله مجموعة من الوفود ديالهم حول اللي يعيشوا باش يعيشوا معنا هذه اللحظة هذه اللي هي لحظة تاريخية. كما أن بعض الإخوان أساتذة الأستاذ هرمس والأستاذ صف نور الدين قدموا شروحات للإخوة والأخوات والأطفال الذين حضروا إلى هذه الجولة وشاركوا معنا في هذه الجولة. إذن بدوري كنقدم الشكر للسلطات المحلية على مجلس الأمن والهلال الأحمر المغربي وجمعية المجتمع المدني التي شاركت معنا في هذه الحملة هذه الجولة البيئية الثقافية. وشكرا. أنا من ساكنة مدينة تارودان وغيورة على التراث التاريخي الأصيل لهذه المدينة. شاركت في هذه الجولة اللي قامت بها جمعية البيئة رودانا بشراكة مع السلطات المحلية. وماذا أقول، يعني مدينة تارودان تتزخر بصور عريق عظيم ولكنه يطاله الحيف والإهمال. ماذا بنا من أن يتأسس أو يكون واحد المتحف يكون فيه التعريف بجمال هذا الصور بتاريخه العريق ويزوروه الناس سواء من سكان المدينة أو خارجها حتى تسلط الأضواء ويتم التعريف بتاريخ ديال المدينة اللي يطالها الإهمال. نعم. الذين شاركوا في هذه الحملة الهلال الأحمر جميع من شارك من قريب ومن بعيد في هذه الجولة التي تمت بسلام وتنتمنوا إن شاء الله العام الجاي تعاون وباش ما نخلوا هذه الفرصة تفوت يعني
المسائل اللي شفناها حنا عجبنا نديرو تقرير. وغدا ان شاء الله مع 11 كاين لقاء تقييمي لهذه الجوله هذه في مقر الباشويه، وتحضر ليه السلطه والمنتخبون يعني.